لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على خير الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومفتح لجنودي ومفتح لأبواب رحمتك. اللهم لا سهل إلا به العفو سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا إن شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حضرتك النهارده محاضرة لذيذة جدا. المحاضرة رقم كام؟ 13. لذيذ رائع أكثر من رائع يعني. محاضرة النهارده هنبدأ فيها ندرس الـ Operating Systems. لما بنتكلم عن إحنا ندرس الـ Operating Systems لا نعني بدوت حاجة محددة. إحنا نعني بإن إحنا نفهم مصطلح الـ Operating System وندرك كل ابعاد الاوبريتنج سيستمز ايا كانت شكلها وايا كان نوعها وايا كان حجمها وايا كانت قوتها. ممكن ما يبقاش عندنا وقت ان احنا ندرسهم كلهم، لكن هناخد فكره عامه عنهم كلهم وهندرس واحد فيهم واللي هنطبق على الواحد ده. بما ان احنا هندرس الكور بتاع الاوبريتنج سيستم اللي هنطبق على اللي احنا هندرسه ايا كان هو ينطبق على الباقي كله. طيب عاوزين كده نبدا بحاجه بسيطه نفتكرها كده. في حاجه كده درسناها اسمها بوست، فاكرين يعني الحاجه اللي احنا اسمها بوست دي؟ تعالوا نعيد على كلمه بوست دي. بص دي كلمه سحريه اسمها باور اون سيل تيست. طيب لما خدنا كلمه بوست دي قلنا انها عبارة عن المختصر بتاع الجملة دي بار اون سيلف تيست تي او اس تي. طيب ايه كان البوست دوت؟ هو عبارة عن ايه؟ أول ما الجهاز بتاعنا بيشتغل بيعمل تشيك اب على كل المكونات بتاعته. طيب سؤال، هو ايه اللي بيعمل التشيك اب؟ اللي بيعمل التشيك اب ده نظام تشغيل محطوط على الجهاز. طب محطوط فين على الجهاز؟ محطوط على البويس بتاع الجهاز او محطوط على الشبايه او على الاي سي اللي احنا مسمينه البويس. جميل جميل. يبقى انا عندي البويس ده عليه اوبريتنج سيستم. جميل جدا. البويس ده الاوبريتنج سيستم اللي عليه شكله عامل ازاي مش مهم، المهم ان انا البويس دوت عليه اوبريتنج سيستم والاوبريتنج سيستم ده بيأدي وظيفه محدده. تمام؟ اسمها باور اون سيلف تيست. حتى لو كانت الوظيفه دي بسيطه جدا 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 جدا. زي ايه مثلا؟ زي ان هو مكتوب عنده جدول بالبيانات اللي متسجله بنوع البروسيسور ونوع الرامات ونوع اللي هي المسجله عنده فعليا من اخر مره كان الجهاز شغال، متسجله جوه جزء معين في البايس. بدا هو يعمل لها استرجاع للذاكره دي ويطابقها مع اللي هو عمال بيقراه دلوقتي فعلا، يشوف يا ترى ايه اللي موجود دلوقتي. لو لقى تغيير يبدا يديني على الشاشه اي وورنج او اي الارت مسج بتقول ان في تغيير، الرامات اتغيرت، البروسيسور اتغير، في مشكله في البروسيسور، درجه حراره البروسيسور عاليه، الكلوك ديسك مش شغال، الهارد ديسك مش متركب في مكانه، اتنقل من مكان لمكان، انت ركبت هارد ديسك جديد، انت شلت السي دي روم، الخ الخ الخ، ايا كان نوع الايرور اللي موجود. يبقى انا عندي على البايز دوت في اوبريتنج سيستم بالكامل قايم الرامات بايظه. تمام. يبقى انا عندي اوبريتنج سيستم بالكامل قايم ووظيفته ان هو يؤدي وظيفه معينه. طب سؤال، الاوبريتنج سيستم ده قام امتى؟ بمجرد ان انا دوست على زرار باور. تمام. طب ما خدش وقت بيحمل ايه؟ لا هو خد وقت، خد وقت حوالي اقل من ثانيه، مايكرو سكند يعني، حاجه كده رقم بالمايكرو يعني. طيب
مين اللي عمل الاوبريتنج سيستم ده؟ الشركه المصنعه للمذر بورد هي اللي مصنعه البايس، وهي اللي مصنعه، هي اللي رسمه او هي اللي حاطه الكود بتاع الاوبريتنج سيستم ده جوه البايس علشان يعمل الوظيفه دي. طيب جميل، هل ليه لازمه؟ يعني ينفع الجهاز يشتغل من غيره؟ ممكن، تمام، انما هو الميكانيزم بتاع التصنيع يلزم الجهاز ان هو يعدي على مرحله البورد دي. تمام، طيب يبقى انا اجي اول وابسط انواع الاوبريتنج سيستمز اللي انا قابلتها في حياتي اللي هو ده اوبريتنج سيستم، ده اوبريتنج سيستم بالكامل. طيب جميل، ايه هي، اشرح لنا كده انواع الاوبريتنج سيستم ده، مين الشركات اللي بتصنع الاوبريتنج سيستم اللي بيتحط على البويس؟ عندي شركه اسمها فينيكس، عندي شركه اسمها اورد، دي اسامي البرانشات اللي بتنتج الاوبريتنج سيستم. تمام، دل ليها اوبريتنج سيستم خاص بيها، اتش بي نفس الشيء، الخ الخ الخ. يبقى انا كده ادي اول فكره بسيطه عن الاوبريتنج سيستمز اللي بتتركب في مكان صغير قوي اهي. طيب وظيفة الاوبريتنج سيستم ده مش بس بتنتهي عند البوست دي، ده البوست دي احد وظائف الاوبريتنج سيستم ده. طب وظيفته ايه تاني مثلا، او ايه الوظائف بتاعته تاني؟ ان هو يسلم بعد ما عمل التشيك، بعد ما عمل التشيك بتاعه، بعد ما عمل باور اون سيلف تيست وتاكد ان كل حاجه موجوده وكل حاجه مترتبه وكل حاجه تمام، وحتى لو كل حاجه مش تمام ممكن هو يعمل لها سكيب، يعني مثلا رمات تقلب بدل ما كانت اربعه بقت اثنين، عادي ممكن تقول له كونتينيو، يعني اف واحد كمل سكيب وات ايفر، ايه المشكله؟ علشان يكمل يعمل وظيفه ثانيه، احد الوظائف الثانيه اللي يعملها هو ان هو يسلم الاوبريتنج سيستم، يسلم الاوبريتنج سيستم من اللي موجود على البايس ده لاوبريتنج سيستم تاني موجود على مكان تاني، سواء على سي دي روم او على فلوبي او على هارد ديسك او على يو اس بي او على، يعني هي وظيفه الاوبريتنج، احد وظائف او هنسميها اخر وظيفه للاوبريتنج سيستم ده ان هو يتشيك الاوبريتنج سيستمز الثانيه اللي هو ينفع يسلمها. لا لودنج او اس ده ماشي، هنسميها لودنج او اس، يعني كلمه لودنج او اس دي مرحله متقدمه، لكن هي وظيفته ان هو يتشيك يشوف فين الاوبريتنج سيستمز اللي هو ينفع يعمل لها بوتنج. تمام؟ وظيفته ان هو يتشيك يشوف السي دي روم، هل يا ترى السي دي روم عليها اي اوبريتنج سيستم؟ ينفع؟ طب سلمها لايه؟ البوتنج بتاع الجهاز. طيب يبقى الباور اون سيلف تيست ده كده اوبريتنج سيستم شغال. طب سؤال، ينفع انزل اوبريتنج سيستم بدل البايس، بدل البايس سيستم دوت وات ايفر كان الشركه المصنعه ليه ايه؟ ينفع. تمام، بس العمليه ديت عمليه نوعا ما معقده شويه، او مش معقده بالنسبه لنا، بتتم بخطوات وباجهزه احنا لسه ما درسناهاش. تمام، فلو حد فينا ممكن يكون درسها، ينفع انك انت بيبقى في الحاله دي ما اسموش ري انستولنج او انستولنج، يبقى اسمه ري بروجرامنج البايس ده. تمام، انك انت بتري تشارج الاوبريتنج سيستم على البايس دوت، بتسطبه من الويندوز. لا، ما بينفعش تسطبه من الويندوز، انت ممكن تعمل له ابجريد من الويندوز، انما مش ينفع تعمل له ري انستول من الويندوز، انك لو ما ينفعش ده يتشال. يعني الفلاشنج مش معناه الفلاشنج مش معناه انك انت بتري انستوله بالكامل، انت بتابجريده بس. الفلاشنج مش معناه انك انت بتنسوا. طيب ماشي، جميل جميل، انا 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 مستمتع بالحوار معاكم دوت، يعني منها بنوضح لبعض ومنها الاخوه اللي ايه اللي قاعدين في الكورس بيتفرجوا يبقوا شايفين ان في في افكار ثانيه ممكن تتعمل غير ان انا استعمله بس. طيب جميل، طيب انا مش بشرح لكم دوت علشان نشتغله. تمام،
لو حد عايز يشتغله ممكن نشتغله على راحتنا واحده واحده في المحاضرات تانيه او انما انا بشرح لكم ده عشان اثبت عندكم الفكره ان الاوبريتنج سيستم مش شرط يبقى هو الاوبريتنج سيستم اللي انا متعود اشتغل عليه. بمعنى مش شرط الاوبريتنج سيستم يبقى شاشه كده وفي ماوس وبشتغل بيه. لا ده هو ممكن يبقى اوبريتنج سيستم بسيط تمام، ومع ذلك يطلق عليه كلمه اوبريتنج سيستم. طيب يعني ايه بقى اصلا اوبريتنج سيستم؟ يعني نظام تشغيل. طيب نظام التشغيل ده ايه فايدته بالنسبه لي وايه فايدته بالنسبه للجهاز؟ نظام التشغيل دوت هو عباره عن المترجم اللي بيقوم بدور ترجمه الاوامر اللي انا بدخلها للمكونات اللي هي هاردوير اللي هي الات ما بتفهمش غير الكهرباء. يعني ايه الكلام دوت؟ تخيل كده انا بتكلم هندي، واحد قدامي بيتكلم عربي، وواحد قدامه بيتكلم انجليزي. والعربي اللي واقف في النص ده بيعرف يتكلم انجليزي وبيعرف يتكلم هندي. انا بتكلم معاه بالهندي، هو بيسمعني بالهندي، ويكلم اللي قدامه اللي واقف في اليمه الثانيه بالانجليزي. ده بالظبط دور الاوبريتنج سيستم. انا مش فاهم او مش فاهم، حتى لو فاهم ما عنديش القدره ان انا اكتب للكمبيوتر باللغه اللي هو بيفهمها. ايه اللغه اللي هو بيفهمها؟ بيكتب بيفهم بالزيرو وان. سبق قبل كده واديتكم مثال كلمه محمود، كلمه محمود هو بيفهمها كم زيرو وكم وان، وكلمه الف بيفهمها كم زيرو وكم وان، وكلمه اتنين بيفهمها كم زيرو وكم وان. وريتها لكم في جدول، كنت جبت لكم ويب سايت كده عليها بيترجم الكلام النصي لديجيتس وبيجمعهم في بيتس او بايتس تمام، وبيدخلهم للكمبيوتر. طيب انا اقدر ان انا امسك سلكتين كده بدل اقطع الكابل بتاع الكيبورد كده وامسك السلوك بتاعته واقعد اوصل السلوك كده ايه بايديا كده شرار تك 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 اديله الاشاره اللي هي المطلوبه وتخش جوه الكمبيوتر يفهمها. طب ما الاسهل بقى ان انا يعملوا لي الكيبورد، يعملوا لي اوبريتنج سيستم يفهم من الكيبورد لما ادوس على حرف الاي يبقى انا قصدي يبعت له كام اشاره، لما ادوس على حرف الاس يبعت له كام اشاره، اما ادوس على حرف الاي يبقى الاوبريتنج سيستم هنا وظيفته ان هو يقوم بعمليه الترجمه ما بين اللي انا بعمله وما بين الكمبيوتر يقدر يستوعب. طيب ده الوصف البسيط للاوبريتنج سيستم. طيب جميل، يبقى انا عندي اول جزئيه هو ان انا فيه عندي هنبدا نرسم بقى شويه كده ايه عشان نوضح. في عندي هاردوير. ايه هو الهاردوير بتاعي؟ تعالوا كده ناخد مثال لجهاز، هاخد مثال على الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي. الجهاز دوت جهاز فيه كل المعلومات اللي احنا متعودين عليها. مثلا المذر بورد بتاعتي قديمه شويه من موديل جيجا بايت، هي مش فاكر كانت والله مش فاكر البورده كانت تيرن زد 62 تقريبا، مش فاكر زد 47 اعتقد كان زد 47. ابقى تشيك بقى لما اخلص كده انا نسيت المذر بورد اللي عندي. طيب جميل، البروسيسور اللي عندي كور اي 7 مش فاكر تقريبا كان الثيرد جنريشن كان 2.8 تقريبا تمام. الرامات بتاعته او الكاش ميموري بتاعت البروسيسور كانت 4 ميجا تمام. كان الباس فريكونسي بتاعه كان 1600 مش فاكر كان الباس فريكونسي بتاعه كام، مش كان 1600 المهم يعني. الهارد ديسك بتاعي انا عندي اس اس دي 500 جيجا، عندي هارد ديسك اس اس دي هايبر اكس ده 120 جيجا، وعندي اتش دي بي 2 تيرا وستورج ده تمام. طيب عندي ايه تاني؟ عندي ايه تاني؟ عندي رامات، مثلا رامات عندي دي دي ار 3 هايبر بكام بقى؟ انا عندي 16 جيجا رامات تمام، بس 1600
جميل تمام. ايه تاني؟ ايه مكونات الجهاز تاني؟ كفايه انا اكتفي بكده. جميل، يبقى انا عندي جهاز ايه بقى؟ تعالوا الحمد لله ماشي واخدنا كلنا في الهوا سوا. تعالوا بقى كده نشوف الهاردوير ده كمكونات انا تعبت جمعتها وركبتها وشغلتها والكلام الحلو ده كله. طيب انا بقى دلوقتي عايز استفاد من الهاردوير ده. طيب البوينتس اللي عليه اول ما ضفت زرار باور راح البوينتس اشتغل. جميل، البوينتس لما اشتغل عمل حاجه لذيذه قوي. هنعتبر يا جماعه ان البوينتس بتاعنا هو قطعه كده ايه موجوده هنا كده، حاجه داخليه كده، مش موضوع مش كبير يعني. طيب البويس كده حته جوه تمام، وعندها من القدره تمام انها تكشف على كل الكلام ده وتسجله طيب انا بقى دلوقتي عاوز استفاد من الجهاز دوت، عايز استفاد من كل الامكانيات دي. هنا بقى يجي دور اهم مكون عندنا ان احنا قاعدين بندرسه دلوقتي بقى، اللي هو هنسميه سوفت وير، بس هنكبره كده نخليه حلو كده. طيب يبقى اللي عندي تحت ده هنسميه هاردوير، واللي فوق ده كله هنسميه سوفت وير. طب انت ليه رسمتها بالشكل ده؟ ليه ما رسمتهمش الاثنين قد بعض؟ قال لك الهاردوير مهما بلغت قوته تمام فهي محدوده، ليميتد. يعني ايه ليميتد؟ ليميتد بشويه ميكانيزمات محدده. زي ايه مثلا؟ زي مساحه الهارد ديسك، زي اقصى سرعه للبروسيسور، زي اقصى سرعه او اقصى احتماليه للرامات، زي جميل جدا. طيب رحت راسم لنا بقى السوفت وير ان فيه كل حاجه. طب ما هو يا عم مبني اصلا على الهارد وير. لكن هو مقامه عالي قوي. المساله مش مساله ان هو هارد وير عليه سوفت وير يبقى السوفت وير ده لازم يلتزم بالهارد وير ده، لا. ده احنا هنشوف دلوقتي معجزات ممكن نعملها بالسوفت وير، معجزات بمعنى كلمه معجزات. يعني شفت يعني مثلا قرات الايه مثلا في القران ونفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها. يعني كل الابعاد في كل الاتجاهات تقبل انها تتعمل على السوفت وير. يبقى وظيفتك بس انك انت تفهم السوفت وير وتعرف توظفه صح. ساعتها هيبقى حته الهاردوير اللي عندك حتى على الرغم من ضعف امكانياتها او من محدوديه امكانياتها، هيبقى جزئيه الهاردوير ديت الصغيره دي ممكن تشغل عليها جبال الجبال. يعني تشيل عليها زي ما انت عاوز من الداتا ومن السوفت وير ومن 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 ومن. طيب تعالوا نشوف الكلام ده يتطبق ازاي. اول حاجه احنا عايزين نستفاد اقصى استفاده من المكونات دي. يبقى طبيعي جدا في الوضع الطبيعي هو ان احنا نروح منزلين برنامج او اوبريتنج سيستم اسمه whatever هو اسمه ايه، هنسميه او اس او اوبريتنج سيستم. جوه الاوبريتنج سيستم ده هنقعد بقى الاوبريتنج سيستم ده اول ما هينزل، انا غلطت ان انا كتبتها فوق. الاو اس ده هو بينزل على الجهاز ك طبقه كده خفيفه فوق الهاردوير تمام. ده الاو اس. جميل. طيب علشان ابقى واضح معاكم، الاو اس بمجرد انه بينزل بياخد او بيتك كنترول او بيتحكم فيه كل المكونات اللي تحتيه. جميل. طيب يعني الاو اس بيبقى مسؤول عن تشغيل البروسيسور تمام، عن تشغيل الهاردات، عن تشغيل الرامات. طيب جميل جدا. ممكن اسال الاو اس بتاعي اقول له ايه مكوناتك؟ يقول لي مكوناتي اللي موجوده تحت دي. طب ايه المساحات اللي فاضيه اللي عندك؟ عندي مساحه فاضيه هنا كذا، وعندي مساحه فاضيه هنا كذا، وعندي مساحه فاضيه هنا كذا. طب عندك فاضل قد ايه في الرامات؟ يعني هو المسؤول مسؤوليه تامه عن كل اللي موجود هنا. طب ادينا امثله يا عم الباشا عن الاو اس. انا مش هديكوا امثله عن الاو اس بشكل مباشر، ولكن هنقعد كده نستنتج ايه اشكال الاو اس وايه انواع الاو اس. تعالوا كده في سبوره كده على جنب تمام،
احنا كده مسمينه سبوره. ونقول تعالوا نعد كده شركات اللي بتصنع اوبريتنج سيستم. نبدا بايه؟ بست الكل بتاعتنا مايكروسوفت. يا جماعه حد عارف مايكروسوفت عندها كام اوبريتنج سيستم؟ او مايكروسوفت عملت كام اوبريتنج سيستم؟ لينوكس. يعني السواد؟ لا مايكروسوفت ما عملتش لينوكس، بس هتعمل قريب. بس ماشي يعني ايه، خلينا نبدا. ها نفس نظام تشغيل اندرويد 3.3 من 10، 3.1 من 10. ها حلو، بدات الناس تجاوب اهو. ركزوا بقى معايا، الشركه المشهوره جدا اللي اسمها مايكروسوفت بتاعت واحد كده الله يرحمه اسمه بيل غيتس. هو مات ولا لسه؟ مش مشكله، لسه ما ماتش. ها انواع الويندوز كلها. ايوه فكروني كده، ايه انواع الويندوز كلها؟ ها انا تعالوا بقى نشوف الناس اللي ردت كده من الاول. ها جميل، الناس اللي ردت من الاول، حد بدا من اول ويندوز 3 و3 ولا انا مش فاهم قصده ايه 3 و3؟ استاذ تامر مصري، لكن استاذ محمد واضح ان هو حد من الناس التقيل الادام، فراح ايه رزعني اول ايه حته. خد يا عم الحته دي عندك 3.11 3.11 من 100، ده ويندوز في ورك جروب. استاذ تامر 95 و98 و2000، جميل انواع الويندوز كلها. انا سمراز يعني كتر الف خيرك، مش عايزين ها ميلينيوم جميل، اكس بي جميل، ها 8 جميل، 7 ها جميل، ها اكس بي 8 7. استاذ همام قايل من 98 ل 2003، مش فاهم بس ماشي. ها بعد الميلينيوم وبعد ال 7. طيب في كمان اصدارات فاشله، يعني الموضوع مش كده بس. اي 98 واكس بي و7 و8 و10. ها جميل، ويندوز 11 95 98 2000 ميلينيوم اكس بي فيستا. جميل، اول ما قلت فاشله كل الناس كتبت فيستا، بس ما شاء الله مايكروسوفت متسيطه يا جدعان. و7 و8 و9 اللي مايكروسوفت عملت له سكيب. ها و10 اللي مايكروسوفت لسه منزلاه. جميل جدا كده، انا استوعبت ان الناس كلها بسم الله ما شاء الله دماغها مصحصحه والدنيا شغاله. طيب ويندوزات السيرفر بقى، مايكروسوفت كانت نزلت نسخه كده اسمها ويندوز سيرفر، تمام. ها راحوا منزلين ايه بقى؟ راحوا منزلين حاجه اسمها ويندوز ان تي، تمام، وبعدين ويندوز 2000 ان تي، وبعدين 2003 ايوه، وبعدين 2008 2003 نزلوا 2003، وبعدها بسنتين نزلوا 2003 ار 2، 2008 نفس الكلام بس بعدها بسنه واحده نزلوا 2008 ار 2، 2012 نزلوا 2012 ونزلوا 2012 ار 2، ونزلوا حاليا 2016. عقبال عندكم كده، انا لسه بذاكر ال 2012، يعني انا وقت ما درست الشركات كان ويندوز ان تي، اما خدت سيرتيفيكيشن فيها كان 2003، وبعدين وقت عامل ابجريد ل 2008، بعدين لقيت 2012 نزلت، فقلت لا هم كده الناس دي بتستهبلنا وعايزه تاخد فلوسنا وخلاص. وبعدين لما نزلوا بقى ويندوز 2016 فانا اتاكدت بقى، يعني هي الناس دي كده يعني مش عايزه تستهبلنا، هم بيستهبلونا بالفعل، تمام. قال ايه؟ كل 6 سنين لازم تجدد السيرتيفيكت بتاعتك عشان السيرتيفيكت بتاعتك ما تروحش، كل 5 سنين كده. انا بطلت الكلام ده من زمان، ضحك عليا مره مش هتضحك عليا كتير يعني. طيب تعالوا بقى كده، احنا كده شبعنا من مايكروسوفت، عملوا انظمه تشغيل للاجهزه العاديه وانظمه تشغيل للسيرفرات. جميل جدا، انسى بقى مايكروسوفت بقى شويه. هل يا ترى مفيش حد تاني في الدنيا بيصنع انظمه غير مايكروسوفت؟ تعالوا نشوف ابل. ابل بتاعت العبقري، مش العبقري، الفقير الى الله ستيف جوبز. ده واحد معرفش يعني، انا اختار شخصيته بس معرفش عنه كتير، واضح ان هو كان حد عنده كاريزما يعني، ولكن هو عرف يعمل او ينشئ. احنا بنتكلم على الشركات دلوقتي، احنا بنتكلم على الشركات. ها واحد شركه قبل وليها فضل كبير جدا في انها ان احنا بنقعد نشتغل على. طيب حد يعرف يذكر لي ايه هي الاوبريتنج سيستمز بتاع شركه قبل؟ الاوبريتنج سيستمز اللي انتجوها؟ ايوه ابل راحوا مسميين ماك او اس،
جميل جدا. هم بقى ايه، ما تعبوش نفسهم بيل جيتس كده ما عمل، تمام؟ لا ده كانوا بقى ايه، بينزلوا الاوبريتنج سيستم يسموه بالفيرجن او برقم الفيرجن لغايه حد معين، وبعدين بداوا ان يسموا يعني بيسموا بيحاولوا ان هو يدخلوا جو من الاثاره على التسميه. تلاقي مثلا مايكروسوفت بتسمي ايه؟ اكس بي، تمام؟ ويسلر مايكروسوفت كانت منزله اللي هو مش فاكر كان انه فيرجن، يعني اسمه ويسلر، كان قبل فيستا تقريبا 7 8. بتسمي التسميات كده ايه، بس انها مميزه يعني. طيب في استاذ تامر نصر جايب لنا تاريخ ابل. ابل بقى بتعمل حاجه لذيذه قوي، بتسمي لك التسميات وليه اسمها غالبا كل الاوبريتنج سيستم هنلاحظها دلوقتي، يعني ان هم بيسموها حاجه فاميليار بحيث انك انت يعني مثلا ايه ليوبارد سنو تايجر، اسماء الحيوانات واسماء الحيوانات المتوحشه تقريبا يعني ليون، تمام. بيسموا لك الفيرجن باسم يختلط في ذهنك بحيث ان انت تبقى موجود فيه. لو تلاحظ مثلا الاندرويد بيسموه على اسم كل ال هنشوف دلوقتي بوما وشيتا والاخ الاخ الاخ. طيب الاندرويد بيسموه على مسميات الحلويات، تمام؟ جينجر بيرد وايه تاني ولولي بوب وجيلي بين، يعني بيسموه كده حاجات كده ايه، الحاجات اللذيذه يعني، الحاجات الخفيفه الفن الجميل. طيب تعالوا نشوف شركه كمان اسمها صن، تمام؟ ايس كريم ساندويتش بالظبط كده. تعالوا بقى نشوف صن. صن دول بقى اساتذه، ناس بيصنعوا اوبريتنج سيستمز. طب سؤال، قبل ما نبدا نخش في صن ونعدي على ابل صن وكده، انتم ملاحظين حاجه؟ من كل شركه من دول بتصنع اوبريتنج سيستمز ليهم، يعني ايه؟ يعني مايكروسوفت بتصنع، يعني في بيشتغل على اجهزه الاي بي ام، طب اي بي ام مثلا اللي بتصنع الهاردوير نفسه ما صنعتش اوبريتنج سيستمز؟ لا صنعت اوبريتنج سيستمز، تمام؟ بس اختصرت الاوبريتنج سيستمز بتوعها لغايه الجي او اي، وقفت عند الكوماند لاين انترفيس، ما بتصنعش اوبريتنج سيستمز، وقفت عند الدوس وما صنعتش اوبريتنج سيستمز قويه تنافس بيها في السوق، لكن صنعت، تمام؟ طيب عملوا ايه مثلا؟ عملوا ايه؟ عملوا يونكس بتوع اي بي ام. طيب صن واي بي ام وابل ومايكروسوفت هم دول بس الشركات اللي موجودين على الساحه اللي بيصنعوا اوبريتنج سيستم. صن مثلا مصنعين اوبريتنج سيستم حاجه كده استغفر الله العظيم، كفرة يعني، ما اقولكمش حاجة يعني جبارة، اخر حاجة في الدنيا يعني، تمام؟ اوبريتنج سيستم ما بيخرش المية. سان سولاريس ده، سان سولاريس ده كان مثلا سنة سان سولاريس 99 انا شفت فيديو ليه، كان عامل اوبشنز ما اتوجدتش مثلا في مايكروسوفت غير في 2008، تمام؟ في الجرافيكس بتاعته والله سنه 99 يعني، تمام؟ كان عامل روتيتنج و 3 دي انفيرمنتال، وكان عامل 3 دي ورك جبار يعني، كان عامل الاوبشن اللي هي ما ظهرتش في ويندوز 8 مثلا، كان عامل سنه 99 يعني. انا شفت الاوبشن اللي هو اللي اسمه كليب، اللي هو انك انت تروتيت السكرين بتاعتك وتروتيت الابلكيشنز على سنه 99. طيب الناس دي بتعمل الاوبريتنج سيستمز. تعالوا نكمل بقى نشوف مين تاني عامل الاوبريتنج سيستمز. اي بي ام، جميل. معظم اوبشنز استاذ محمد، معظم اوبشنز ويندوز لسه مسروقه من نظام تشغيل ابل. لا حضرتك، هو ويندوز 3 11 اصلا مسروق من ابل جي او اي او اس يعني، تمام؟ يعني ويندوز 3 11 الاولاني خالص يعني.
في خبر المايكروسوفت انها اخر نسخه. لا هو مش هينزل اخر نسخه، هو هينزل ويندوز، لكن الموضوع ده هنقعد نشرحه بقى كده اما نفهم حاجه اسمها سوفت وير اس سيرفيس او اس اي اس او اس اي اي اس. بس احنا بنحس ان مايكروسوفت مسيطره على العالم، احنا بنحس ان احنا ان مايكروسوفت مسيطره على العالم. لا طبعا المعلومه دي غلط تماما، تمام. مايكروسوفت مش مسيطره على العالم ولا حاجه. وعلشان اشرح لك جزئيه، فكرني يا استاذ مالك ان انا اشرح لك يعني ايه السيطره على العالم من خلال السوفت وير. ده موضوع يطول شرحه يعني، ولكن هي امريكا بالفعل بتعمله، ولكن المساله داخل فيها ان اس اي وداخل فيها مخابرات وداخل فيها شركات ضخمه، تمام. فممكن ابقى يعني لو انت عاوز ان انا ابقى اشرح لك الموضوع، اشرح لكم ازاي بيسيطروا على العالم يعني من خلال السوفت وير. نعم لينكس استاذ تامر ناصر بيقول لي في مصر بس، شكرا. ماشي. طيب بصوا بقى يا جماعه، الناس دي كلها بتصنع الاوبريتنج سيستم علشان يشتغل عندها. يعني ايه يشتغل عندها؟ يعني مايكروسوفت السوفت وير بتاعها بتصنعه عشان يشتغل على الاجهزه بتاعه شركه اي بي ام، بما ان اي بي ام تمام وزاره الدفاع اجبرت اي بي ام انها ما تنتجش اوبريتنج سيستمز خاصه بالاوبريتنج سيستمز، تمام، على الهاردوير بتاعها، واجبرت مايكروسوفت انها تشتغل لحساب وزاره الدفاع، فبقوا هما الاثنين متوافقين مع بعض جدا. في حين ان ابل ما رضيتش انها تجبر على الاتفاق ده، فعملوا نفسهم الهاردوير بتاعهم والسوفت وير بتاعهم، بعد كده اجبروهم بقوا بيصنعوا الهاردوير بتاعهم عند اي بي ام، وبعد كده اجبروهم بقوا بيعملوا ميرج ما بين كل الابلكيشنز بتاعتهم وما بين مايكروسوفت. نيجي لسن، سن رفضت في الاول، بعد فتره حجموا شركه سن وعملوا لها شويه ضربات لغايه لما خلوها تقبل الميرج مع بقيه الابلكيشنز. اي بي ام من الاول قلنا خلاص هي معمول لها ميرج وهي موافقه على اللي بيحصل. طيب هل هم دول الاربع شركات اللي بيصنعوا سوفت وير في العالم، اللي بيصنعوا اوبريتنج سيستمز في العالم؟ لا، في 35 شركه بيصنعوا اوبريتنج سيستم في العالم وبيصنعوا عليه الهاردوير بتاعهم كمان، تمام، او بياخدوا الهاردوير وبيكستمايزوا وبيعملوا الاوبريتنج سيستمز بتاعتهم. طب احنا ليه ما بنسمعش عنهم؟ ليه؟ وليه مثلا في دوله زي مصر مش حاسين مثلا، او في دول العالم العربي مش حاسين باي شركه مش هتعمل؟ يعني احنا اصلا ما نسمعش عن ابل غير قريب، ما نسمعش عن صن غير قريب، ما نسمعش عن اي بي ام غير قريب. ده لان الناس زي ما سبق وكنت اديت لكم كده هنت على الخلفيه. احنا عندنا مثلا تلاقي الواحد خد فرد من كليه هندسه وقعد يشتغل شويه وبعدين قعد يتكحرط اثنين من شغل لشغل وياخد ايسوس، مش عارف ايسوس هاب اوبريتنج سيستم ولا لا، بس هشوف دلوقتي هتشيك وهرجع لحضرتك. يعني ده لان الناس لا مش تفضيل الاسهل. طب ما لو تفضيل الاسهل كانوا قبل هم اللي انتشروا. الموضوع مش موضوع تفضيل الاسهل يا استاذ محمد. طيب لو تفضيل الاسهل كانت قبل وصن اريح، تمام، امال ايه يعني ايه المشكله؟ هوصل لك انا ايه المشكله. احنا عندنا او الحياه بتاعتنا ان احنا حكم علينا بالتخلف الجي يو اي. لا برضه مش المشكله في الجي يو اي. طب ما قبل عامله الجي يو اي قبل مايكروسوفت، يعني قبل منفذه الجي يو اي بتاعها قبل مايكروسوفت، مع ذلك برضه مايكروسوفت هي الاكثر انتشار. هحاول ان انا اوضح لكم الموضوع ببساطه يعني. جرافيكال يوزر انترفيس، خلاص انت بتفرض عضلاتك عليا عشان انت بتعرف تتكلم انجليزي وانا ما بعرفش اتكلم انجليزي. هحاول برضه ان انا ابسط لكم الموضوع، بطل كتابه وحلتها كده. في مصر بعد ما المهندس بيبقى عنده يعني بلغ اشده وبلغ 40 عاما، تمام، بيبدا يدرس بروجكت مانجمنت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بعد ما بيكون عدى عليه مثلا 15 او 20 سنه خبره في السوق يبداوا يدرسوا له بي ام اي، ده اسم المعهد، بي ام بي اللي هو بروجكت مانجمنت بروفيشنال اسم الماده يعني. بيبداوا يدرسوا له ازاي يدير المشروعات، تمام، في حين ان اصلا 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 المواد دي لازم تدرس امتى؟ لازم تدرس للطلبه في الثانويه العامه. وانا قلت الكلام ده قبل كده بس يعني ايه بحاول ان انا اعيده لكم تاني. طب ليه الكلام ده؟ ليه انت بتقول لنا الكلام ده بالشكل ده؟ انت علشان تخلي بني ادم يخطط لحياته صح، يتعلم التخطيط، يدرس التخطيط،
يفكر بشكل منطقي، يحسب المخاطر، يحسب التكاليف، يحسب علشان تخليه يفكر اصلا. تمام؟ ما تقعدش تحشي دماغه وبعدين تقول له فكر في اللي انت اتحشالك ده، لا. خطط له دماغه، خليه يدرس اللي يخليه يحدد هو انا هدرس في انه مجال يناسبني، او انا هاخد الريسك في انه مجال هضيع وقتي. ده كان حلم استاذ ابراهيم التقي الله يرحمه، الله يرحمه الدكتور ابراهيم التقي. طيب انا كان المفروض ان انا ادرس للطلبه، اسيبني من العك اللي انا بدرسه لهم في الثانويه العامه، وادرس لهم بروجكت مانجمنت. لما هيفهموا بروجكت مانجمنت هيفهم ازاي يحسب الريسك بتاعه، ولما يحسب الريسك بتاعه هيحدد انا هضيع 4 سنين في كليه طب ولا في كليه صيدله ولا في كليه هندسه ولا في كليه، ولا هسيبني من الكلام ده كله وابدا اشتغل مباشره علشان احقق التارجتس بتاعتي. وصل لكم كده الفكره اللي انا عايز اقولها لكم؟ طيب الراجل بتاع مايكروسوفت، انا بحكي لكم القصه دي ليه. الراجل بتاع مايكروسوفت سابه من البرمجه، الراجل بتاع مايكروسوفت بيل جيتس ما كانش بتاع برمجه الله يرحمه، يعني ما اعرفش هو ممكن ايه، انما هو كان بتاع تسويق من الدرجه الاولى، يعني بالاضافه لان هو كان بروجرامر. تمام؟ هو كان بتاع تسويق من الدرجه الاولى. ازاي الكلام ده يا عم الحاج؟ ايه الكلام الاهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا والله العظيم الراجل ده كان بتاع تسويق، ده عبقري تسويق. تمام؟ ده مصمم نظريه اسمها نظريه الحلزون الايجابي للسيطره على الاسواق. تمام؟ بدءا من ابسط انواع الاجهزه لغايه اعقدها. يبقى هنا الراجل دوت وظيفته أو طريقه شغله مش معتمده على الكفاءة والجودة. إذا شرحنا الأوبريتنج سيستمز دولت هنلاقي إن أسرعهم على الإطلاق الأبل. تمام؟ وأكفأهم على الإطلاق الصن. تمام؟ وأفشلهم فعليا هي مايكروسوفت. طيب يا عمي إزاي أنت بتقول الكلام دوت؟ طيب إحنا دلوقتي ليها انظمه بقى، انظمه صن غير منتشره. طيب ركزوا بقى معايا. انا دلوقتي اللي نزل السوق بكل قوته وبكل احترافيته، تمام؟ ما كانش على فكره، يعني انا عايز اوصل لك حاجه. مثلا النظام التشغيل صن، نظام التشغيل بالدعم الفني بتاعه بالتعليم بتاعه كان ب $100، يعني عشان برضه ما تفتكرش من المساله ان كان اغلى فمايكروسوفت نزلت ارخص. لا 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 لا، صن رخيصه جدا يعني. طيب ازاي مايكروسوفت عمل ده؟ عمل قواعد تسويقيه له. يعني احكي لكم مثلا نظريه الحلزون الايجابي اللي هو عرف يطبقها، وهديكم امثله عليها يعني. بكل بساطة راح لوزارة الدفاع، أو وزارة الدفاع هي اللي انتدبته، تعالى يا عم اعمل لنا سوفت وير. راح عمل لهم سوفت وير تقريبا ببلاش، أو نزل كل الأوبريتنج سيستمز بتاعته لحساب وزارة الدفاع عندهم ببلاش. طب جميل جدا، الراجل ده اشتغل ببلاش لحساب وزارة الدفاع تقريبا، واداهم تريننج واداهم كورسات واداهم وبقى كل شغلهم وقواعد بياناتهم والتكست اديتنج بتاعهم بالكامل معتمد على شركة مايكروسوفت. وبالتالي بقى الحكومه عندهم هناك بتستعمل نظام التشغيل بتاعه، وبالتالي بقت الاماكن اللي بتتعامل مع الحكومه بتشتغل بنظام التشغيل بتاعه. اعتمد المنح بتاعت الحكومه للجامعات بقى بينزل لهم نظام تشغيل مجاني للطلبه. تمام؟ طيب واحدة بواحدة بقى حتى اللي بيشتغل في السوق بره مجبر على ان هو بيقدم لهم الدعم الفني والصيانة بالكامل، يعني مش صيانة الهاردوير ولكن صيانة الاوبريتنج سيستمز نفسها. واحدة بواحدة بقى اللي شغال في الدعم الفني هو بقى اللي شغال في السوق مجبر على ان هو علشان يتواصل مع بشكل جيد مع الجهات الحكومية والإدارة الحكومية مجبر على ان هو يتعامل بنفس الأنظمة
او لو حد ينتقل من القطاع الحكومي للقطاع الخاص بيضطر ان هو يشتغل على نفس الانظمه وهكذا. علشان اديكم مثال مثلا هو بيعرف يعمل كده ازاي، يعني بكل بساطه، حد عنده فكره نسخه الويندوز كام؟ عايزكم بيبقى السبب طبعا بقى هم الاكثر انتشارا تقريبا كده، ها 850 دولار. جميل، يعني هو يسمح بدل الرقم ده من هنا وصل هناك 25000 دولار، ده استواه تقريبا 700 جنيه 300 دولار ماشي حسب التصنيف. جميل جدا 150 دولار ماشي جميل جدا. ها طيب تعالوا نشوف نسخة الاوفيس بكام، حد عارف نسخة الاوفيس بكام؟ نسخة الاوفيس اللي انت بتجيبها من على الرصيد بجنيه ديت وممكن تاخدها على فلاشين واحد زميلك كده ببلاش 750 جنيه 350 دولار، مش ارقام تاني 1300 دولار، ده رقم اقرب للصح. ها جميل برافو. ها حد عارف نسخة الفيجوال ستوديو بكام؟ برنامج الفيجوال ستوديو اللي البروجرامرز اللي بيشتغلوا عليه 2500 دولار، ده رقم صحيح بس ده رخيص، ممكن ده فيرجن يبقى بسيط يعني اكسبريس اديشن ولا حاجه يعني. ها طب حد عارف برنامج الاس كيو ال سيرفر بكام؟ طيب علشان شايفين انتوا الارقام اللي بالدولار دي، تعالوا بقى اقول لكم مايكروسوفت جت عملت ايه في مصر هنا. مايكروسوفت جت في سنة 2003 و2004 و2005 و2006 عملوا حاجة لذيذة قوي تمام، وحتى الآن لسه بيعملوها، يعني نزلوا نسخة ويندوز اوريجينال ونسخة اوفيس اوريجينال وبرنامج مايكروسوفت فيجوال ستوديو دوت نت اوريجينال ثانية واحدة بس ونسخة فرونت بيج اوريجينال واس كيو ال سيرفر اوريجينال نزلتهم كلهم ب 20 جنيه للطلبة، ده بيتباعوا في الجامعة، تروح تسجل باسمك كطالب وتاخد النسخة دي تشتغل عليها. جميل جدا، يعني اصليين اصليين ياه جميل جدا كده. انتوا استوعبتوا هو عمل ايه؟ هو ما اتبرعش بفلوسه يا جدعان، هو الراجل ما باعش الفلوس اللي معاه، ما اتبرعش بيها تمام. امال عمل ايه؟ عمل تسويق، عمل تسويق بطريقه الحلزون الايجابي، خلى الطالب اللي كان طالع بدل ما يتعلم برمجه على كود وحاجه مش فاهمها اداله، اللي عايز يتعلم تصميم اداله، اللي عايز يصمم مواقع اداله تمام، اللي عايز ابلكيشن اوريجينال اداله تمام. مش كده وبس، جه واشترك مع الحكومه المصريه، تعالوا يا اخوانا انتوا بتدرسوا الاي سي دي ال عندكم او الاي سي دي ال عندكم منهج اوروبي ولا منهج امريكي؟ لا منهج اوروبي. جميل جدا، راح قال لك لا طيب خلاص بدل ما الناس عندك ياخدوا من الاي سي كونسل مثلا الاي سي دي ال، نديهم احنا الاي سي دي ال تمام المنهج الامريكي ومجانا اف جي اف جمعيه جيل المستقبل الخ 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 الخ. جميل، مين اللي يقول استاذ تامر النصر بيقول انا مدرب مايكروسوفت؟ جميل، اي سي دي ال سيرتيفايد ترينر يعني ولا 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 انت قصدك ايوه، ومنين احنا ذاكر الاتصالات تمام. بدات شركات ثانيه تنتبه للموضوع ده يا اخوانا، اللي هيشتغل على حاجتك وهو صغير نسيبه يكبر في يوم من الايام وما يبقاش قدامه حاجه ثاني يشتغل بيها غير مايكرو كيكي اللي احنا بنتكلم عليها ديت. طيب يبقى هو الراجل هنا قبل ما بيدور يبيع بكام؟ بيدور يسيطر على السوق. بيدور على السوق. طيب جميل جدا، انتوا كده استوعبتوا هو ازاي قدر يسيطر على السوق؟ وازاي بقى هو الفاميليار وايه هو المنتشر؟ تمام؟ طيب ليه دليل اللي انا عاوز اوضحه لكم بقى ان اسوأ انظمه تشغيل هو اللي هو بيعملها، وان عمليات تسويقيه ان عمليات تسويقيه في المقام الاول انك بتجد اوبريتنج سيستم بسيط جدا ولكن علشان سهل وقوي اقوى من البرنامج بتاعه تمام، زي اندرويد مثلا نزل اكتسح السوق مجرد ان هو الناس اشتغلت عليه، خلاص الناس كلها دلوقتي تقريبا بتودع مايكروسوفت لحساب اندرويد
انا بس كنت ده كله بشرح لكم النظريه العامه للتسويق وللانظمه يعني. انا طبعا سرحت بيكم بره الدرس شويه معلش، لكن انا في نقط يهمني ان انتوا تبقوا مستوعبينها بما ان انتوا هتشتغلوا دعم فني، ففهمكم للنقط دي لازم طبعا تقروا وتستوعبوا الكلام دوت اكتر من مره ومن اكتر من مصدر علشان تنموا عندكم ملكه فهم الكلام دوت يعني. واللي انا عايز اقوله لكم برضه في نفس الوقت ان كنت يعني هي فرصه ان انا اوضح لكم الكلام ده. اعتقد الكلام ده ممكن ما يجيلكمش كده بشكل مباشر او يتعمى عنكم. اتمنى ان انا ما اكونش بضيع وقتكم بالسرحان اللي انا سرحته بيكم دوت، انما ان شاء الله تبقى معلومات مفيده بالنسبه لكم في فهم طبيعه السوق وكيفيه السوق، على عسى واحد فيكم ان شاء الله يسيطر على السوق هو كمان في حاجه من المستقبل. يبقى سؤال، لو مايكروسوفت شغلها سيء للدرجه دي تمام، ليه كلنا معتمدين عليه؟ صحيح ان الناس دول عندهم قصور في جزء من السوفت وير، انما هل يعني دوت ان الناس دي فاشله؟ لا، ده يعني ان الناس دي ناجحه جدا 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 جدا، بدليل ان هم كل مره بيطوروا نفسهم صحيح بيقابلوا مشاكل. الناس دولت على الرغم من سوء الاوبريتنج سيستم بتاعهم الا ان هو لا يعتمد عليه ولا في سكيورتي ولا 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 ولا، الا ان الناس دي ما ينفعش ان احنا نقول عليهم فشله. ليه؟ لانهم ناجحين، طالما هم اللي عاملين لنا الحاجه بتاعتنا فلازم نبص ايديهم ونبص ايدينا احنا كمان وش وظهر ان هم امنوا علينا بان هم يعملوا لنا الاوبريتنج سيستمز اللي نشتغل عليها. تمام؟ تعالى بقى احنا ضيعنا وقت كتير ان احنا نتكلم عن نظريه التسويق والتشغيل و تمام؟ انما هي اصلا نظريه جميله جدا. انا بدات اعمل زي ما الراجل ده بيعمل بالظبط. اشتغلت في شغلانه انا ما بحبهاش وكنت بعاني فيها الامرين ثلاث امرات كمان. وعملت زي ما الراجل ده عمل بالظبط، رحت لفيت على الشركات قلت لهم يا اخوانا انا راجل بتاع دعم فني، لو حد فيكم محتاج حد بتاع دعم فني انا هقدم لكم الدعم الفني مجانا لغايه لما انتم تبقوا محتاجين. وبالفعل نزلت لفيت على الشركات وتميت ملف تلف 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 لغايه لما لقيت شركه قبلتني ان انا اديهم دعم فني مجانا. شوفوا يعني الموضوع كان بادئ ازاي، وتميتني اقدم دعم فني مجانا، وحتى الان بعض الشركات بعرض انا عليهم يا اخوانا انا هعمل لكم دعم فني مجانا. تمام؟ لما بتعملوا دعم فني مجانا بتتطور علاقاتك بيهم، بتتطور مبيعاتك بيهم، بتتطور حاجات كتير. تمام؟ ممكن تخليك يعني نظريه مايكروسوفت ناجحه حتى لو انا كنت فاشل. النظريه نفسها ناجحه انك انت ممكن تقدم اجزاء كنت بقدم اجزاء، الاجزاء ديت مش هتكلفني حاجه وفي نفس الوقت وكده على كده مايكروسوفت باعت اللي باعته وبقى عندها فلوس على قد ما هي عايزه. تمام؟ طيب هي الفكره بقى في انها تستغل بقى الايه؟ اللي هي ما باعتوش. طب تستغل ازاي؟ تستغل بقى بانها تشوف هي هتقدر تكسب منه ازاي. في حد رافع ايده؟ ايضا ده حد من الناس الجداد. ها ايه مفهوم الدعم الفني اللي حضرتك تقصده؟ مفهوم الدعم الفني اللي انا اقصده انك انت بروح بصلح لهم اجهزه، بنزل لهم نسخ ويندوز، اظبط لهم شبكاتهم لو محتاجين مثلا ان هم يابجريدوا النتورك بتاعتهم من ورك جروب لسيرفرز، سطب لهم نسخه سيرفر على الاجهزه، سطب لهم كنترولر، سطب لهم ميل سيرفر، سطب لهم سكيورتي سنتر مثلا بحيث ان انا اتحكم في النتورك بتاعتهم، اعمل لهم مونتيرنج، اعمل لهم سطب لهم بي ام جي مثلا عشان اتحكم في الترافيك بتاعهم، فاير وول، الخ الخ الخ. ده اللي انا اقصده بالدعم الفني، بدءا من صيانه وتنزيل الاجهزه والمنتجات والويندوز على الاجهزه لغايه ان انا امسح لهم السلم لو هم عايزين، لان كده ولا كده هم هيدفعوا فلوس في الاخر. ده قصدي. هحاول ان انا اخليك تتقن كل الكلام ده ان شاء الله بنهايه الكورس، هحاول. تمام؟ هدي لك الافكار وهدي لك النموذج عملي فكره صغيره وهسيبك انت بقى في ايه؟ تعيش حياتك تطبق، ولو في عندك مشاكل ترجع لي. ما ينفعش تشتغل دعم فني اصلا وانت ما عندكش خبره. تمام؟ طب انت تاخد الخبره فين؟ لازم تنزل، لازم تنزل وتشتغل حتى لو هتدي للناس انت الفلوس. بمجرد ان انت ايدك تبدا تشتغل وتبدا الخبره تتكون مش هيبقى عندك مشاكل، هتبدا المساله عمليه مكتسبه يعني حاجه بتتراكم بمرور الزمن.
مجرد ان انت دخلت في الدايره، الدايره تلف لوحدها يعني، ما توجعش دماغك يعني، ما تشغلش بالك. كنا بنقول كل حاجه واحنا لسه بادئين، اول ما بدانا شغل ما بقناش ملاحقين على الشغل، بقت مشكلتنا ان الوقت اللي عندنا اقل من الشغل اللي المفروض ان هو يتعمل. فما تقلقش من النقطه دي. طيب ازاي حتى ابدا من غير مقابل؟ بسيطه جدا، بمجرد ان انت تتعلم تنزيل نسخه الويندوز، هات ورقه كده اكتب عليها تنزيل نسخه الويندوز مجانا، وعلقها في الشارع، واكتب رقم تليفونك عليها، هتلاقي فيه يوميا 10 بيتصلوا بيك. ابدا اتعلم فيه، نزل له نسخه الويندوز، ايه المشكله؟ ما انت بتعرف تنزلها. وهكذا، ادي اول هنت يعني، دور على اقرب مكتب صيانه ليك، لو عندك امكانيه افتح مكتب صيانه. ها، افتح مكتب صيانه بسيط، يقول اكتب عليه تنزيل نسخ الويندوز مجانا، وهات شويه ماوسات باعهم. وانت هتبقى وظيفتك تنزيل نسخه ويندوز بس، يعني دي حاجه بسيطه جدا، وفكره ان انت ممكن تكون بتعرف تعملها. تمام؟ ايجار شهري 700 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه، ممكن ان هو يرجع لك من بيع شويه ماوسات وكيبوردات وسماعات وما اعرفش ايه، الموضوع بسيط جدا يعني. مساله الدعم الفني وتسويقك ليها سهله جدا 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 جدا. واحده واحده هتنشا لديك الخبره، وينشا لديك الاحترافيه في اللي انت بتعمله. تمام؟ اهم حاجه انك انت تبدا، مش اهم حاجه انك انت تتعلم بس، تعليمك بس لوحده مش كفايه. تعاطفك لوحده مش كفايه، تعاطفك مع الانستراكتور بتاعك مش كفايه. طيب، اتمنى نحتاج الى دوره في الشبكات، نخلص الايه؟ البدايه، وبعدين اللي انتم محتاجينه والله اللي عامله لكم، يعني عايزين شبكات نبداها من الاول، من الصفر، من اول التركيب، من في حاجه. هو طبعا احنا ممكن نعملها بالنسبه في القاهره، بس مش هينفع طبعا في القطر. لا ينفع، هعملها لكم ان شاء الله. ممكن اعمل لكم ورك شوب في الشركه عندي، يعني مثلا ممكن ايه اجيب لكم عنوان الشركه، تمام، وكل الناس تيجي تشوف ورك شوب ده، مثلا تشغيل اجهزه، ويبقى حد بقى يتبرع لنا بكاميرا، لان انا بصراحه كان نفسي ان انا في مصر ان شاء الله اعمل لكم ورك شوب للصيانه وتركيب الاجهزه، وعندي ناس محترفه كتير شغاله معايا يعني، ان شاء الله يوريكم الكلام ده عملي وقدام عينيكم، هتحبوه جدا. تمام؟ انا في اي كارير في الشركه، انا عن ذات نفسي ما بقتش اشتغل في اي كارير يعني، انا بقيت قاعد في البيت بصراحه. بحاول ان انا اشتغل في التسويق، اكتشفت ان انا شغلي في الدعم الفني بصورة اصلا. قمت بالعمل على انظمه تشغيل مختلفه، لكن ليس لي خبره في مجال الشبكات. ان شاء الله ربنا يسهل والدنيا تبقى كده. خارج مصر هتبقى من خلال الكاميرات بقى، يعني بقى اللي يجي يجيب كاميرات وكل الابلود بقى، يعني يشوف اللي هو اتعلمه والابلود اللي هو يتعلم. انا تخصصي كان شبكات. انا بدات حضرتك السلم من الاول، يعني كنت الاول بمسح السلم، وبعدين بقيت بكنسه، وبعدين بقيت ايه انضف بالقطه، وبعدين بدات اقرش كابلات بقى، دي بقى كانت بدايه الشبكات يعني. الكورس كده قدامنا ان شاء الله 10 محاضرات او اقل يعني. لا هم 10 محاضرات، خليهم 10 محاضرات. ها، سوفت وير ولا هارد وير؟ من الاول بقى حضرتك، بقول لك من اول مسح السلم يعني، كانت المساله صعبه يعني، مش عارف اشرحها لك ازاي، بس يعني بدات من الصفر يا ابني، انا كنت بدات من الصفر. من الاول خالص، من تنزيل الويندوز، من تركيب الكابلات، من مد الكابلات. ها، اما نخلص هيبقى في الورشه دي، وعد وعد يعني. تمام؟ اظبط بس المكتب واظبط كام حاجه كده، وهيبقى في ورشه ان شاء الله تشتغلوا عليها كلكم. طيب إيه عاوز بس الوقت ما سألناش وناخد بقى موضوع محاضرتنا، الحق اقول لكم الكلمتين اللي انا كنت جاي عشان اقولهم النهارده يعني. احنا كنا عمالين بنشتم في الشركات اللي زي مايكروسوفت وابل وصام، بس احنا هنا قاعدين بنشتم بس. بره في واحد اسمه لينوس ترافالدوس. لينوس ده ما بيكتفيش بالشتيم، بيشتم وبيضرب بقى. بيعمل ايه؟ اما بعد ما اشتغل في مايكروسوفت شويه وسابهم، وراح اشتغل في صام شويه وسابهم، تمام؟ الراجل ده مشكورا قال الشركات دي بتستغل الناس، والشركات دي كلها بتلف في نفس الدايره. راح صمم حاجه كيرنل، كيرنل بسيطه جدا 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 جدا، تمام؟ الكيرنل دي كيرنل قويه جدا 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 جدا، وسريعه جدا 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 جدا، وفيها كل المميزات، تمام؟ وراح عامل مصطلح او فكره اسمها جي بي ال،
جنرال بابليك لايسنس، او جي ان يو بابليك لايسنس. الكلام ده عمل ثوره على الشركات اللي فوق دي كلها تقريبا، والله اعلم هيمسحهم وهيمسح بيهم الارض كلهم. تمام؟ ايه اللي انت عملته ده؟ عملت اكس على الكلام ده؟ يعني الكلام ده هيقف؟ والله لو الراجل ده كلامه اتحقق يبقى كمان مثلا 20 30 سنه كل الشركات دي هتبطل تشتغل في السوفت وير، هتبقى بتبيع العاب، كله بيسمع هاردوير ويبيع العاب بس. مايكروسوفت نفسها بدات تعمل الكلام ده، اكتشفت ان الموضوع بتاع الالعاب بيجيب فلوس. المساله مش في اللينوكس بس، هو المساله كلها في الكلمه دي جي بي ال. تمام؟ ها الموضوع مش موضوع لينوكس بس، الموضوع هو ان هو يصنع حاجه والحاجه دي تبقى مجانيه للتصنيع وللتعدين وللشغل، مش بس كده. وكمان جنرال بابليك لايسنس، مش بقول لكم انا فاشل في الانجليزي، يا بابليك متشكر ايه يا استاذ كامل، يعني ربنا يبارك لك، حتى انا ما بقطعها صح بس كتبتها غلط، معلش انا يعني تعليم مصري وكده، يعني تعليم مدارس حكومه يعني. طيب بفتكروا يا جماعه حد يقطع الحته دي من المونتاج روسي دي كده. ها مشاركة كل من له خبرة في أنظمة في تطوير نظام التشغيل، ده مش بس كده. الفكرة إن الجي بي إل ده معمول عشان يمنع الشركات دي إنها ترجع تعمل فينا زي ما مايكروسوفت وصن بيعملوا. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إن حضرتك تقدر تملك نظام التشغيل بتاعك بنفسك وتعدل فيه بنفسك. يعني إيه الكلام دوت برضه؟ يعني حتى لو انت عملت نظام تشغيل وعرضته وطرحته، اللي ياخده منك ويوافق على الجنرال بابليك لايسنس ديت، تمام، ما يقدرش يروح يبيعه هو، لا ده علشان ياخده منك ويطور فيه لازم ينتج منه نسخه ثانيه، والنسخه الثانيه دي تبقى برضه جي بي ال ويطورها ويعرضها متاحه للجميع. فجميل جدا، شركات كتير جدا ومؤسسات كتير جدا ومنظمات كتير جدا، كل الناس خدت الكور اللي الراجل ده عمله، تمام، اللي هو اللي اسمه جي ان يو، تمام، خدوا الجي ان يو اللي الراجل ده عمله وراحوا بنين عليه بقى انظمه جباره، تمام، بنفس الفكره ان هو جي بي ال. منهم مثلا شركه مشهوره جدا، منظمة مشهورة جدا اسمها ريد هات، تمام، عاملين اوبريتنج سيستم بيزد على الراجل ده عمله جبار اسمه ريد هات، تمام. في الجماعة الالمان جروب الماني كده عملوا توزيع برضه من الفيرجن من الاوبريتنج سيستمز بتاع الراجل ده اسمه نوبكس. نوبكس ده برضه تحفة تحفة بمعنى الكلمة. كل الشركات بدأت تنتبه لقوة وجبروت اللي الراجل ده عمله، لدرجة ان كل الشركات بقت بتاخد لا في دورة بقى ماندراك ماندريفا اوبنتو عد بقى من هنا 35 حتى الان 200 ديستريبيوشن نزلوا السوق. طيب انا عندي الراجل اللي عمل لينكس ده ونشر الفكره دي اكتسح بيها السوق مباشره، لدرجه ان حتى الهاردوير بقوا يجيبوه دلوقتي وينزلوا عليه لينكس ويعدلوه وكمان ينزلوه يبيعوه، بس بيقول لك احنا بنبيع الهاردوير ما بنبيعش السوفت وير، او يقول لك احنا بنبيع الخدمه بتاعه الدعم الفني للسوفت وير زي ما ريد هات بتعمل، زي ما شركات الانتي فايروس والهاردوير فاير وولز دلوقتي بتعمل، زي يمكن كل الناس. سيسكو نفسها خدت الكيرنل بتاعه اللينكس وعدلوه بقى هو الاي او اس بتاعهم، تمام. الدنيا ما وقفتش،
كل الناس بدأت تشتغل بشكل وظهر لنا الابن الوليد الجبار اللي اسمه اندرويد اللي نزل اكتسح الدنيا بس على لينكس، عمله الراجل بتاع لينكس ترافلس. يبقى هنا الفكره نفسها انك تعمل اوبريتنج سيستم لا تعتمد فيه اطلاقا على الشركات دي. تمام؟ طيب جميل جدا. تيجي بقى مشكله، ما هو انا مش هتكلم في لينكس دلوقتي، انا هشرح لكم النواه بتاعت اللينكس وهشرح لكم الكيرنل وازاي الاوبريتنج سيستمز عموما بتعمل بوتنج، لكن انا عايز اوضح لكم بس الافكار العامه دلوقتي. طيب يجي بقى واحد عايز يشتغل على مايكروسوفت، يبقى انت عايز تشتغل على مايكروسوفت ليه يا معلم؟ عشان الالعاب، صح كده؟ ما هو كده خلاص بقى، ما هو كده بقى بيعمل لك كل حاجه اصلا تقدر تلاقيها مجانا. تمام؟ بصراحه في العاب على مايكروسوفت تحفه، ما تقدرش انك انت البرمجيات اللي بتتعمل عليها طب ابل نفس الكلام، طب سن نفس الكلام. يبقى لازما الشركات دي ما تحتقرناش تحت مسمى السوفت وير. تمام؟ ما تعاملناش بالمسمى هو ده واشتغلوا على ده واذا كان عجبكم. لا، احنا نقدر نطور انظمتنا بنفسنا. طيب. يبقى علشان يبيع لازم ينتج لي افكار عبقريه محدش غيره بيعملها. وينزل منافسه حقيقيه. ما يكتفيش ان هو يرمي لي فتات وانظمه تشغيل تعبانه ويقول لي لا والله ده نظام التشغيل ده حلو وكويس وانت اشتريه بس وهتلاقيه كويس يعني. تمام؟ لا، طب ما انا عندي واحد مجاني وشغال تحفه. يعني مثلا قدامك هدي لك هبسط لكم الموضوع بمثال بسيط جدا 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 جدا. كام واحد فيكم معاه عده موبايل؟ جميل، كلكم تقريبا معاكم موبايلات. طيب كام واحد فيكم بقى عنده ويندوز نازل على الموبايل بتاعه؟ طيب كم واحد فيكم بقى عنده اندرويد نازل على الموبايل؟ ناس. حلو كده، انتوا استوعبتوا الفكره اللي انا عاوز اقولها. الميدان كبير وفارس لفارس، انزل بقى خرجني هتنافس ازاي لما تبقى الحاجه بتتطور باستمرار. هو ده المبدا. نفس الكلام اللي على الموبايلات دلوقتي يا جماعه بيتنقل للتابلتس وكمان بيتنقل لللابتوب. يعني اللابتوبات دلوقتي كتيره جدا بدات تظهر عليها كروم او اس، ما عليهاش ويندوز، ما عليهاش ماك. تمام؟ عليها اوبريتنج سيستم بالكامل مجاني زائد الابديت بتاعه مجاني بالكامل. العكس في الموبايل، مش فاهم العكس في الموبايل ايه؟ العكس بتاع النظريه بتاعت مين قد ايه هنا وقد ايه؟ هل من الممكن ان تعمل الحواسيب في المستقبل على الاندرويد؟ هو مش من الممكن، هو دلوقتي بالفعل الحواسيب بتشتغل على الاندرويد. لا تدعم برمجيات، هيدعموها ان شاء الله. بداوا يعني واحده بواحده، عملوا اوفيس للاندرويد وعملوا سبارتان دوت ينفع ينزل على الاندرويد، ويعني الدنيا شغاله يعني. ها طيب، الفكره اللي انا عاوز اوصلها لكم وصلت، اللي هي مين اللي هيحكم المستقبل؟ هو الجي بي ال، هم اللي هيحكموا المستقبل، اللي هيعمل حاجه قويه تنفع الناس غصب عنهم. يا استاذ محمد يوسف هيغيروا غصب عنهم، اللي مش هيغير هيموت. ها عندك كام واحد؟ بالظبط كده. اي واحد ادانا مثال، استاذ محمد ادانا مثال قال لنا ان موبايل نوكيا الجديد بعد ما انا اشتريت مايكروسوفت لا يجيب لها اي تطبيق في متجر نوكيا. تمام؟ نوكيا انتهت، نوكيا اتعرض عليهم بتراب الفلوس ان هم يشتروا اوبريتنج سيستم جديد. تمام؟ اندرويد ورفضوا. طيب مايكروسوفت غصب عنه دلوقتي بقى في حد معاه موبايلات نوكيا؟ مفيش تقريبا. في حد مجنون دلوقتي يشتري عده مثلا ب 2000 3000 جنيه او 4000 جنيه عليها سيمبيان او اس؟ مستحيل طبعا. نفس الفكره كده. ها هي مش سامسونج هي اللي بقت رقم واحد، سامسونج مش هي رقم واحد، الاندرويد هو اللي خلى سامسونج رقم واحد. ها
الأكثر مرونة، الأكثر شفافية، الأكثر سرعة، الأكثر إفادة للعمل. طيب أنا برضو عايز أوقف شوية، معلش نوقف الكلام الثيوريتيكي ونتكلم في الكلام العملي شوية، تمام؟ علشان ألحق بس أستفاد، خصوصا إن أنا ما قدامش غير ربع ساعة والمحاضرة تقف يعني. لكن أنا سعيد بتفاعلكم معايا جدا جدا جدا، وسعيد اكتر بان انتوا عندكم التفاهم دوت، وان شاء الله يكون كلامي دوت وضح لكم بعض اجزاء تكون فادتكم. ارجع بقى للنموذج اللي انا كنت بتكلم عنه. انا ليه شرحت لكم قصه الاو اس والسيرفرز اللي موجوده هنا؟ علشان اقول لكم ان الاو اس اللي هيركب على الجهاز بتاعكم ايا كان هو، ايا كان بقى من انتاج اي شركه من الشركات دي، تمام؟ حتى لو كان جي بي ال، هو اللي هيتحكم في الهاردوير ده كله. اندرويد ملك لشركه جوجل، جوجل تملك اندرويد. ايا كان بقى الاو اس اللي نازل ده، والله كان مايكروسوفت، كان ابل، كان سان، كان اي بي ام، كان جنرال بابليك، ايا كان اي فيرجن من فيرجنات اللينكس او الويندوز أو أو, او 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 اي اوبريتنج سيستم هينزل هنا، هيتحكم هو مباشره في كافه الايه؟ السيستمز دي. طيب فوق الاوبريتنج سيستم ده، الاوبريتنج سيستم ده انا هتعامل معاه؟ هتعامل معاه، لكن تعامل خفيف ولطيف وظريف، هعدل منه شكل الشاشه، هعدل منه شكل ما اعرفش ايه. تيجي بعد كده بقى اهم من الاوبريتنج سيستم اللي انا هشتغل عليه، تيجي اهم واللي بتفيدني انا مباشره، اللي بيسميها او اللي بسميها الابلكيشنز. ايه هم بقى الابلكيشنز او الابس؟ تمام، الابلكيشنز البرامج اللي انا بستعملها. ها، الانترنت اكسبلورر، الفايرفوكس، جوجل كروم، كل الالعاب، كل برامج الايديتنج، الفوتوشوب، برامج الرسم، برامج الوورد، الاكسل، ال 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 كل ده بسميه ابلكيشنز. يبقى وظيفه الاوبريتنج سيستم ان هو يستغل الهاردوير دوت، الهاردوير بتاعي بكل امكانياته، في ان انا اشغل اكبر كم من الابلكيشنز اللي موجوده عندي. كل انواع الابلكيشنز، الويب ابلكيشنز، الديسكتوب ابلكيشنز، الفيرشوال ابلكيشنز، اللي يبقى ايا كان الاوبريتنج سيستم ده، هو وظيفته ان هو يخليني اعرف انزل الابلكيشنز اللي انا عاوزها. كل لعبه بنزلها ده اسمه ابلكيشن بكل بساطه، تمام؟ كل برنامج بفتحه ده اسمه ابلكيشن. طيب ومن هنا ببدا استفاد من الهاردوير. طيب جميل جدا، في حالتنا دي لان احنا لسه بنتعلم، فانا هنطرح فكره قبل التطبيق، اللي هي فكره الفيرشواليزيشن. ايه هي فكره الفيرشواليزيشن بقى؟ وعشان اختصرها كده، علشان هو ده اللي هيبقى الهوم ورك بتاعكم النهارده. ها، هو ان انا بكل بساطه اذا كنت انا الاجهزه الوهميه، الفيرشواليزيشن هو ان انا بكل بساطه انا هنا تحملت ان انا اشتغل على اوبريتنج سيستم وليكن ويندوز مثلا، يبقى ويندوز هو اللي نازل ونازل فيه كل البرامج وكل الالعاب وكل الحاجات اللي انا عاوز ان انا انزلها، تمام؟ جميل، يبقى انا هنا تحملت ان انا برنامج واحد او نسخه ويندوز واحده او اوبريتنج سيستم واحد، تمام؟ هو اللي شايل فيه كل التطبيقات بتاعتي ايا كان شكل التطبيق اللي انا شغال عليه. طيب جميل، فرضا ان الاوبريتنج سيستم ده ويندوز، ابل، ماك، سولاريز، لينوكس، ضرب، انتهى لاي سبب من الاسباب، جاله فيروس. ينفع لينوكس يجيله فيروس؟ ينفع لينوكس يجيله فيروس. ها، اي سبب ادى الى ان الاوبريتنج سيستم ده ينتهي؟ هل كده كل الابلكيشنز بتاعتي وكل التطبيقات بتاعتي وكل الشغل بتاعي انتهى؟ ايوه، مجرد ان الاوبريتنج سيستم بيقع كل اللي مبني فوقيه ده انتهى وملوش اي قيمه ومش هتعرف تشغله. وقدامك حل من اثنين، يا تشيل نظام التشغيل ده بالكامل وتنزل نظام تشغيل تاني وتبدا تنزل فوقيه بقى كل البرامج بتاعتك وكل الحاجه بتاعتك مره ثانيه، يا اما ان انت تبدا تعمل له عمليه صيانه. طب ماشي، هنقول الكلام ده في اللينكس ماشي، في الصن ماشي، تقدر تعمل له عمليه صيانه.
مايكروسوفت ممكن تقابل سيتويشنز معينه، وفي نفس الكلام في لينكس وفي لينكس وسام وابل، ممكن ما تعرفش انك انت تعمل ريبير او 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 اي نوع من انواع الصيانه للاوبريتنج سيستم. هو خلاص حصل له بلوك بطريقه ما انت مش قادر تتعامل معاه، يبقى ايه الحل؟ قال لك الحل بقى في جزئيه بقى اسمها فيرشواليزيشن. ايه هو الفيرشواليزيشن؟ الفيرشواليزيشن بكل بساطه كنا شرحناه قبل كده، قلنا هو نوعين، في حاجه اسمها بارا فيرشواليزيشن وهايبر فيرشواليزيشن. هو ان انا مش بسطب اوبريتنج سيستم اساسي انا اشتغل عليه، لا انا بسطب اوبريتنج سيستم ولكن هو في حد ذاته انا ما بتعاملش معاه، انا بتعامل مع اوبريتنج سيستمز صغيره موجوده فوقيه. يعني ايه الكلام ده بقى يا عم الحاج؟ هيرن بوت. ماشي، قصدك ايه كلمه هيرن بوت؟ اصل هيرن بوت دي ليها قصه معانا، يعني لما ناخد بقى الصيانه الفعليه نقعد نتكلم بقى على الهيرن بوت، واجيب لكم النسخ القديمه من الهيرن بوت ونشتغل عليها والكلام الحلو ده. قصدك ايه بقى كلمه هيرن بوت؟ يعني ايه اللي دخل كلمه هيرن بوت في النص؟ ويندوز على اسطوانه. طب برضك ايه فايدتها في اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ يعني ايه علاقتها؟ الصيانه. ماشي طيب، لا ركزوا معايا ركزوا معايا، بطلوا كتابه التعليقات، كل وقت كتابه التعليقات بتاعتكم دلوقتي مش عايز توضيح اهو، ركزوا بس معايا في الجزئيه دي. انا دلوقتي مش عاوز استغل الجهاز بتاعي بحيث ان هو حتى لما يضرب او لما الاوبريتنج سيستم يضرب لاي سبب من الاسباب، يفضل عندي الاوبريتنج سيستم بتاعي شغال. طيب لو الاوبريتنج سيستم ورا وحصل له بلوك ومش عارف اصلحه، مش عارف اعمل له مينتيننس، تفضل الابلكيشنز والامكانيات بتاعتي كلها موجوده وشغاله حتى والاوبريتنج سيستم نفسه بعد ما يتغير، بعد ما يتشال، بعد ما يجرى له اللي يجرى. طيب الحل ده بكل بساطه هو ان انا بنزل نوع محدد من الاوبريتنج سيستم، او انزل الاوبريتنج سيستم عادي جدا من اي شركه من الشركات دي، يعني انزل الاوبريتنج سيستم من اي شركه من الشركات دي وانزل عليه برنامج يسمح لي ان انا اقسم المكونات بتاعه الهاردوير بتاعتي. تمام، ادي بقى ايه لكل فيرتشوال ماشين او لكل اله وهميه جزء من الامكانيات دي. يعني مثلا نازل عندي ويندوز ونازل عليه اي برنامج يقسم لي الريسورسز بتاعتي دي، المكونات بتاعتي. تمام؟ ادي دولك لنسخه ويندوز اكس بي، ادي دولك لنسخه ويندوز 7، ادي دولك لنسخه لينكس مثلا هاندلان درايفر فيدورا، ادي نسخه نوبكس، ادي نسخه لسن، ادي نسخه لماك او اس. تمام؟ وكل واحد من دولك عليه الابلكيشنز بتاعته. طيب يبقى انا هنا هحتاج اوبريتنج سيستم، الاول هحتاج الهاردوير، خلاص ادي الهاردوير. ها هحتاج اوبريتنج سيستم، ادي الاوبريتنج سيستم. لازم اوبريتنج سيستم معين؟ لا، اي اوبريتنج سيستم ينفع. طيب هحتاج فوق الاوبريتنج سيستم ده ابلكيشن واحد فقط، الابلكيشن الواحد ده هيهيئ لي ان انا اقسم الحاجات اللي عندي تحت ديت، الريسورسز اللي عندي تحت، تمام، لمجموعات، والمجموعات دي ابدا بقى انزل بقى ايه على كل واحد فيهم حاجه شكل. لا هنزل ويندوز اي بي، هنا هنزل ويندوز 7، هنا هنزل ماك او اس، تمام تمام، هنا هنزل لينكس مثلا في لغة، ها وهنا هنزل سان سولاريز مثلا، ها وكل واحد من دولت هنزل عليه البرامج اللي انا عاوز انزلها. يعني كل واحد مثلا عايز انزل برنامج الوورد واكسل، هروح انزلهم على اكس بي، عاوز انزل الفوتوشوب وعايز انزل ما اعرفش ايه، اروح منزلهم هنا على السيرفر مثلا، عاوز انزل الفوتوشوب على الماك لان هو شغال كويس على الماك، انزلهم هنا، وعاوز انزل الفيدورا عايز اتست عليه الاباتشي سيرفر او عايز اتست عليه وات ايفر ايا كان اللي انا عايز اتسته عليه، ها وعايز اجرب السولاريز اشوفه بيفتح ازاي. تمام، وايه هو النظام ده؟ جميل جدا. طيب في حاله ان انا الاوبريتنج سيستم بتاعي وقع، انا مش منزل عليه هو اي تطبيقات او تطبيق واحد بس، تمام، يبقى بسهوله اقدر ارجع الاوبريتنج سيستم بتاعي تاني او اشيله وانزله من الاول وجديد. تمام، هلاقي الماشينز بتاعتي اللي انا كنت عاملها لسه موجوده زي ما هي، لم يمسسها سوء، بالبرامج بتاعتها اللي كانت متسطبه عليها، بكل السوفت وير اللي انا كنت مجربه عليها. مش كده وبس، لا ده ممكن كمان اعمل لاب صغير كده
اجرب اجرب ان انا اتواصل من جهاز اكس بي لويندوز 7، واجرب ان انا اتواصل من جهاز اكس بي للماك، من ماك لسولاريز، ومن سولاريز لفيدورا، تمام، وهكذا، بحيث ان الدنيا تبقى بشرة. طيب منصه اقلاع، طيب ينفع اشغلهم كلهم مع بعض؟ اه ينفع، بس لاحظ حاجه، كل واحد فيهم بيشتغل بياخد جزء من الريسورسز. ما هو واحده واحده بقى يا استاذه ملاذ، تمام، كل واحد فيهم بياخد جزء من الريسورسز بتاعتي. فمحدش يقول لي مثلا ينفع اشغل 10 اوبريتنج سيستم. اه انت ينفع تشغل 10 اوبريتنج سيستم، لكن سرعه جهازك، انت سرعه امكانيات جهازك محدوده. فلما توزع البروسيسور على 10 اجهزه، وتوزع الرامات على 10 اجهزه، وتوزع الهارد ديسك توجد فيه 10 حتت، كل حته شغاله لوحدها، تمام؟ ده انت كده بتاكل من الريسورسز بتاعتك، يبقى انت لازم برضه بتبقى نوعا ما ريزونبل شويه. يعني ايه ريزونبل؟ يعني عقلاني في توزيعك للموارد بتاعتك. تمام؟ يعني بتوزع الموارد، اه والله انا هشغل دوت وده، هشغل ده وده. طيب انا اصلا عندي الموارد محدوده، يبقى كويس، ينفع انزل دولك كلهم وما اشغلش غير واحد فيهم بس. اعمل عليه اللي انا عايز اعمله، وتست عليه اللي انا عايز اتست عليه، واشتغل عليه اللي انا عايز اشتغل عليه، وبعد ما اخلص اعمل له شت داون، وبعدين اشغل اللي جنبيه. انا دلوقتي مثلا عاوز اشتغل حاجه على ويندوز 7، اروح ليه؟ انا عندي ويندوز شغال اهوت، او اوبريتنج سيستم ايا كان الاوبريتنج سيستم بقى، حط عايز اعمل حاجه على ويندوز 7، افتح الويندوز 7 واشتغل، اشتغل عليه على قد ما اخلص واعمل له شت داون، خلاص وده اتطفى، وسيبت الشغل بتاعي وحفظته وبعته ايميل او عملت اللي انا عايز اعمله. بعدها عايز اشغل الماك، اشغل الماك، اخلص اللي انا عايز اعمله واعمل له شت داون. ينفع اشغلهم هم الاثنين مع بعض؟ ينفع، ولكن كل حاجه بحساب، تمام. ان كل شيء خلقناه بقدر، والطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعمل لاخرتك وكده يعني، تمام. ليش ياخد الريح من البلاط؟ بص، كل المسميات اللي انت عايز تسميها بقى، تمام، انت عندك امكانيات محدده، الامكانيات دي هتستغلها في انك انت في حد مؤدب قوي معانا، استاذ محمد يوسف، هو اللي على طول بيرفع ايده قبل ما يتكلم. ها، لكن يظل النظام الاول هو الرئيسي، يعني لو هو اللي وقع مش هنقدر ندخل لباقي الانظمه الوهميه. ايوه، انت مش هتقدر تدخل لباقي الانظمه الوهميه لغايه لما تصلحه، تمام. طيب صلحته، يبقى انت كده هتقدر تدخل. ها، على الاجهزه العاديه ام تحتاج لاجهزه بمواصفات خاصه كالسيرفرات؟ لا، ينفع تعمل ده على الاجهزه العاديه، ما هي دي ميزه الكلام ده، ان هو ينفع يتعمل على الاجهزه العاديه. ها، طيب انتوا دلوقتي عمالين بتقولوا لي احنا كده حاسين ان احنا انت صدعتنا بكلام نظر كتير، عايزين نشوف العملي بقى. العملي حضراتكم اللي هتعملوه. يا عم انت بتخلى بينا؟ لا، ركزوا بقى معايا في اللي انا هقوله لكم ده. بصوا يا جماعه، احنا بندرس الكورس ده ليكم لغايه النهارده بالمعلقه، بمعنى نقعد نحكي لكم ونرسم لكم ونخطط لكم. الكلام ده غلط اصلا، غلط ان احنا نعلمكم الطريقه دي، بس للاسف هو ده اللي كان متاح، وهو ده اللي انتم كان ممكن تتقبلوه مننا. انما يفترض ان كلكم قريتوا الكورس وذاكرتوه، وتيجي بعد كده تناقشني في اللي انت فاهمه واللي انت مش فاهمه. طيب هتقول لي طب مين هنعمل الكلام ده؟ ما تعودناش على كده. ما تعودتش على كده، هنبدا بقى نعودك من النهارده على كده، علشان بقيه الكورسات اللي انت هتاخدها معايا تقدر تستفاد مني. بمعنى يفترض بيا ان انا اقعد اقرا لك الكورس كلمه كلمه، واشرح لك الكورس كلمه كلمه، وبعدين ابدا اطبق وانت تتفرج عليا وانا بطبق. الكلام ده، الطريقه دي في التعليم طريقه فاشله جدا. انا اعتقدها كده يعني، تمام؟ ممكن ناس ثانيه تقول هي دي انجح طريقه تعليم، لكن في وجهه نظري وفي وجهه نظر ناس كتير جدا وخصوصا الالمان، الطريقه دي طريقه فاشله جدا. لا، بحضرتك تقعد تذاكر وتقرا وتفهم وتطبق، وتيجي تحكي لي على اللي وقف معاك، فاقعد بقى انا اناقش معاكم. الساعتين اللي انا هقعدهم معاكم او الساعه اللي انا هقعدها معاكم ما تبقاش هي انا قاعد عمال بحكي في افلام. لا، الساعة ولا الساعتين دولت أنا بديكوا خبرتي أنا في اللي أنتوا اتعلمتوه، مش بديكوا العلام من الألف للياء. طيب، ده اللي المفروض يتم. طب إحنا هنطبقه على بعض إزاي؟ أنتوا هتطبقوه بشكل واجب بكل بساطة. ها، كلكوا عندكوا الأجهزة بتاعتكوا، الهاردوير بتاعكوا، صح كده؟ كل واحد عنده، عارف البروسيسور بتاعه كام، والرامات بتاعته كام، والهارد ديسك بتاعه كام. جميل جدا.
وكلكم الاجهزه بتاعتكم بدليل ان انتوا قاعدين بتتفرجوا عليا دلوقتي نازل عندكم اوبريتنج سيستم. منين؟ كل الناس عندكم عندهم اوبريتنج سيستم. طيب في عندنا برنامج اكتر من برنامج نقدر نعمل بيه ماشينز. زي ايه مثلا؟ في عندنا برنامج اسمه دي ام وير ورك ستيشن. جميل. ها في بوكس او سان في بوكس او اوراكل، لان اوراكل اشتغلت. تمام في بوكس. ها ايه تاني؟ في هايبر في، ده لو الناس اللي عندها ويندوز 7 او 8 ويندوز 8 هايبر في ده بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت فيرشوال بي سي ده هتلاقيه قديم شويه فاحسن ما تعتمدوش عليه. ادي ثلاث برامج عندنا هم اللي هو الفيرشوال بي سي. ها الثلاث برامج دولت انت تقدر تجيبهم وتسطبهم. هتقول لي انا مش عارف اجيبهم. لا اعمل سيرش يا اخويا لغايه لما تجيبهم. اقعد سيرش. يعني اشمعنى بتسيرش داونلود واغاني وافلام والعاب تمام وبتجيبهم وبتعرف تشغلهم؟ لا اقعد اعمل سيرش على بي ام وير ورك ستيشن واعمل له داونلود. اقعد اعمل سيرش على سام دي بوكس واعمل له داونلود. اقعد سيرش على مايكروسوفت هايبر في واعمل له داونلود. طيب هم هو كان اسمه سن بي بوكس وبعدين شركه اوراكل اشترت سن. ما اعرفش ازاي يعني بلوها ازاي دي مش عارف. ما علينا مش دي القضيه. ها طيب سطب البرنامج دي عندك. بس البرنامج ده صعب. لا جرب الاول وبعدين ابقى قول لي ايه اللي واقف قدامك. مش عايز كلمه صعب دي. يعني كلمه صعب وكلمه مش قادر وكلمه مش عارف مش عاوزهم بصراحه. تمام. ها انا كل اللي انا عاوزك انك انت كل اللي عليك انك انت عندك. ها تعالوا نشوف كده نعد الحاجات اللي موجوده عندك وايه الحاجات اللي انت هتحتاجها. انت عندك هاردوير. عندك هاردوير. طيب عندك اوبريتنج سيستم. عندك اوبريتنج سيستم. تمام. يبقى انت ايه اللي ناقصك؟ اللي ناقصك تجيب البرنامج اللي انت هتعمل بيه. ادي عندك برنامج. ادي عندك اثنين. ادي عندك ثلاثه. اي برنامج في دولت ينفع. ما تسطبش الثلاثه. هو سطب واحد بس فيهم. ها مين اللي قال لك صعب ربطه بالويندوز الثاني؟ ها تعالوا نوحد برنامج واحد نشتغل بيه. طبعا انا مش عايز نشتغل كلنا ببرنامج واحد. انا عايزكم تجربوا كل حاجه. مفيش حاجه اسمها صعب. تمام. انت مجرد انك انت تاخد بس بدايات النتورك هتلاقي الدنيا بسيطه، وتاخد بدايات الفيرشواليزيشن هتلاقي الدنيا بسيطه. ها يبقى الهوم ورك بتاعكم رقم واحد ان كل واحد فيكم هيسطب لي برنامج من البرامج دي، زائد يداونلود معاه بقى من هنا لغايه يوم الثلاث الجاي، لان في الغالب يوم السبت انا مش هينفع ان انا اشتغل معاكم. هناخد يوم السبت الجاي اجازه او راحه. ها هناخد يوم السبت الجاي اجازه او راحه لان انا ان شاء الله هروح الاربع، في عندي مقابله شغل بالليل يوم الاربع، وبناء عليها هيتحدد ايه اللي انا هعمله الاسبوع الجاي كله، فهيبقى في مشغوليات كتيره في المكان اللي انا رايحه في الدوله اللي انا رايحها. يعني اعتقد انها هتمنعني ان انا ابقى في يوم السبت. على العموم انا هبقى انزل لكم اعلان يوم السبت الصبح او ممكن يوم الجمعه هقول لكم ايه اللي هيتم السبت بالظبط، سواء هناخد محاضره او مش هناخد محاضره، بس في الغالب هلغي المحاضره بتاعت يوم السبت لان انا هكون لسه بظبط شويه حاجات هناك يعني. ها الهوم ورك بتاعكم كله وظيفته ينزل برنامج فيرشواليزيشن عنده ويجيب اي نسخه ويندوز او اي نسخه ماك او اي نسخه فيدورا او اي نسخه سولاري، يجيب اي نسخه اي اوبريتنج سيستم ويسطبها جوه الفي ام وير او جوه السام في بوكس او جوه الام اس هايبر في. ها انا عايز كل ها التاسك رقم واحد الناس تسطب اي برنامج فيرشواليزيشن من الثلاثه دول. التاسك رقم اثنين ها انا عايز الناس تنزل اي اوبريتنج سيستم جوه الايه؟ الماشين بتاعتها. ها هو الماك ما ينفعش؟ ها عندي بالفعل. ايه المطلوب مني؟ لو عندك بالفعل خلاص. لو عايزني بقى ادي لك تسكايه ممكن ادي لك تسكايه لوحدك يعني. ها انا عاوزكم بقى ايه تركزوا معايا في ان انتوا تنفذوا اللي مطلوب منكم بس، ما حدش فيكم يطلع فوق الاحتياج بتاعك. استاذ محمد هدي لك تسكية في الاخر كده اقعد احط لك كده لغايه كده انا خلصت المحاضره بتاعتي.
لغاية كده أنا خلصت المحاضرة بتاعتي، وأتمنى إن أنت تكون استفدت النهاردة بالمحاضرة دي. ها، كيف تسلموا الواجب؟ بكل بساطة بالسكرين شوت، كل واحد كده يعمل لي سكرين شوت من اللي هو عمله، تمام؟ ثلاث أربع صور على الكتير، واللي عنده اللي عنده إعفاء صح، واللي عنده إعفاء مش فاهم. أستاذ أنا لايف إيه الأمور؟ يعني اللي عنده إعفاء؟ يونير ورك ستيشن سيريال دكتور إناس شكر. ذس وات إز ذس؟ مش فاهم. يعني حاولوا يعني تتكلموا عربي تتكلموا إنجليزي، تتكلموا عربي أفضل لأن هو مستوى الإنجليزي تعليم جدا. يعني البرامج نزلها ومسطب. اللي عنده إعفاء اللي عنده إعفاء بقى ده البرنامج صح؟ لا ده السيريال نمبر بتاع البرنامج. لو عايزين البرنامج نفسه، البرنامج نفسه على فكره الفي ام وير مثلا مجانا، السام في بوكس مجانا، الهايبر في اصلا مجانا. ها لو عايز تنزل الفي ام وير ورك ستيشن خش على شركه في ام وير، خش على شركه في ام وير نفسها واعمل لنفسك اكونت، وهتلاقي نفسك مسموح لك انك انت تنزل اي فيرجن من الفي ام وير مجانا على فكره. ها اللي عايز سام في بوكس هو مجانا، السيريال موجود عندك. يعني تبادلوا بقى الخبرات على الويب سايت مع بعض، يعني اللي عنده سيريال يحطه ومعرفش ايه. من غير سيريال زي ما بقول لكم الفي ام وير اصلا مجانا، هو بيدوا لك 30 يوم يشتغل معاك قشطه جدا، بعد كده ممكن تشيله وتنزله تاني، الدنيا حلوه قوي يعني. ها السان في بوكس نفس الكلام، هو مجانا اصلا يعني. مايكروسوفت هايبر في من غير اي حاجه، بابك بتخش داونلوده فري. ها الناس بقى المحترفين ان انا الاقوياء زي استاذ محمد، تمام؟ ان انا بقى عايز ايه؟ هو عايز بقى تاسك مخصوصه، يعني الراجل العادي يشتغل بقى ايه، ينزل لي اي برنامج فيرشواليزيشن، بقى فيرشواليزيشن وينزل عليه اي اوبريتنج سيستم، يسطب يداونلود بقى ويسطب ويعيش يعني، ويبعت لي سكرين شوتس من اللي هو عمله. الناس بقى المحترفين زي استاذ محمد، مطلوب من حضرتك بقى يا استاذ انك انت تعمل لنا ايه؟ حضرتك عارف الاندرويد؟ انا عايزك تشغل لي اندرويد جوه الاوبريتنج سيستم بتاعك، تمام؟ بما انك انت بقى عملت الايه؟ عندك اندرويد، ادي واحد اهوت راح منزل اندرويد على طول. وش ليه برنامج مخصوص؟ لا من غير برنامج مخصوص ولا حاجه، الفي ام وير يجيب. ها اللي عنده استاذ منازل فاتح انسه منازل، لا ثانيه واحده كده انتوا بتخدعوني، انتوا بقى ايه جايين بتجاملوني عشان تاخدوا الكورس ده؟ ما انتوا مش معقوله بتعرفوا تعملوا ده كله. جايين تاخدوا الكورس ده، في حاجه غلط. بلو ستيكس، لا مش بلو ستيكس، لا يا معلم بلو ستيكس ده لعبه سيستم هاندي. لا 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 انا عايز اندرويد جوه فيرشوال ماشين مش جوه ايميوليتور، في فرق. ما انت كده هو صحيح يعتبر كده كانه فيرتشوال ماشين، لا انا عايز اوبريتنج سيستم متسطب جوه فيرتشوال ماشين بره فيرتشواليز، مش حاجه جوه ايميوليتر. يعني اللي انتوا عاملينه ده اسمه ايميوليتر، لا انا عايزه فيزيكال اوبريتنج سيستم. ايوه نبدا بقى الاسئله، اجيب منين؟ اجيب منين؟ نثبته كانه نظام تشغيل ويندوز عادي. ايوه بالظبط كده. ده بقى الشغل التقيل يعني، الشغل التقيل. كده ممكن. خش على الجماعه بتوع اندرويد. حلو، مش احنا بنقول احنا عايزين اندرويد بدل الناس المحترفه، الناس العاديه تنزل لي ويندوز اكس بي، انا مش عايز منهم. الناس اللي هم بقى محترفين قولوا لي بقى. انت دلوقتي واحنا بنتكلم على اي حاجه يا جماعه، بصوا يا جماعه، حد عارف فيكم الفي ام وير ورك ستيشن تمنه كام؟ الفي ام وير ورك ستيشن تمنه كام؟ طب احنا لما بنقول الشركه نفسها بتقدمه مجانا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني خش اعمل ريجستر وقول له انا عايز نسخه ترايل، يدي لك نسخه ترايل 30 يوم استعملها مره على الجهاز ده ومره على الجهاز دوت، ولما تزهق منها تشيلها وتشيل الريجستر بتاعها وترجع تسطبها تاني 30 يوم كمان، او تجيب لها سيريال نمبر مضروب يشغلك معاك الى ما لا نهايه. لا ركزوا بقى معايا، يبقى انا لما اتكلم على اندرويد محدش يقول لي اجيبه منين. خش على اندرويد دوت كوم، خش على جوجل وسيرش
ما فيش حاجه اسمها اجيب منين، اجيب منين دي وانت معاك عم جوجل؟ ده انت هتبقى، ده انت هتبقى كده تزعلني منك جدا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده الاندرويد لا يوجد في انظمه التشغيل المدعومه؟ مين اللي قال كده؟ انا مش عايز الناس تزعلني منها. حتى الماك تنصيبه صعب عليه. لا يا حبيبي مش تنصيبه صعب ولا حاجه، وملوش خطوات محدده. انتوا كده بتشتغلوا نفسكم. طب انت كده اتكلمت من غير ما تجرب. لو سمحت بقى انا عايز كله يجرب الهوم ورك ده، ما حدش معرف يعمل منه، كله يعمل الهوم ورك ده. ها يا اما بقى ما اعرفكش. طب اشمعنى انا جربت ونجحت؟ ها بص بقى يا جدعان، عايزين نشتغل بقى، نشتغل جد جلد الذات بقى يا استاذ محمد. اللي ما كانش عاجبك الكلام المره اللي فاتت لا يمكن تنصيبه، لا يمكن. يا سلام يا سلام يا سلام. ها نبدا بقى جلد الذات من هنا. مطلوب انك انت تنزل، دور يا فندم، دور واعمل سيرش وشوف تنزله ازاي. مش انت بتعرف تنزل اوبريتنج سيستم؟ اه دور على اوبريتنج سيستم. لا اكتب كده انهو فيرجن من نظام الاندرويد ينفع ينزل جوه الفيرجن الماشين. هيقول لك مثلا في فيرجن محدد هو الفيرجن ده. هيقول لك طب اداونلود منين؟ خش دور شوف داونلود الفيرجن ده منين. طب ايه الستبس عشان تنزلها؟ اه هو مش هيقبل ان هو ينزل على ان هو مفيش اندرويد، لكن ينفع ينزل مثلا كانه بونتو مثلا. تمام؟ وهكذا يعني. دور واقرا واعمل سيرش. مش مفروض ان احنا نبدا نذاكر بالمعلقه. مش هقعد كل حاجه. ايميوليتور بالنسبه للاندرويد، الايميوليتور هو شبيه الايميوليتور هو شبيه الفيرشوال ايميوليتور. يعني هو ايميوليتور زي الفيرشوال ماشين كده يعني. تمام؟ بس بيبقى شغال بشكل خفيف يعني، اقل من الفيرشوال ماشين بالسيتنجز بتاعته. ها ها الهوم ورك وصل لكم. لو حد عنده اي اسئله، اي اسئله لوجيك مش اي اسئله. طيب استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.